بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من نعمه وفضله ورحمته، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فبادئ ذي بدء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الكريم غنيمة لكل مسلم، وأن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين من عتقاء شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. خير إن شاء الله. أولا كنشكروا سي علال على هذا يعني الشجاعة ديالو ما شاء الله، يعني أنه باش يوقف هذا المنصة فيقرأ أمام الناس، يعني ليس بالأمر السهل، هذه الشجاعة ما شاء الله، نحييه، وهو قدوة أيضا للناس باش يحتذوا به. فعلى أي حال بارك الله فيه، نسأل الله عز وجل أن يختم عليه علينا وعليه وعلى جميع المسلمين بالخاتمة الحسنى. خير إن شاء الله. الموضوع الذي أود إن شاء الله عز وجل أن نتحدث فيه يعني موضوعات كثيرة، ولكن ارتاح قلبي أن نتحدث اليوم عن شهر القرآن الكريم. ونحن في شهر القرآن الكريم، أحيانا الموضوع تختار الموضوع يصعب، لهذا الشيخ المومني المعروف كان عنده شي كتب ديال الخطب، وعقد بابا سماه محنة الخطيب، محنة الخطيب في اختيار الموضوع، باش تلقى أحيانا الموضوع حياتك، لأن فا كيحكي عن نفسه أنه فيما تكلم هذا الموضوع ماشي مزيان، هذا الموضوع قصد به كذا وكذا، ولهذا باش تختار الموضوع يرضي الغالب أو لا واحد العدد نسبة لا بأس بها، موضوع صعب على أي حال. فإن شاء الله عز وجل غنتحدثوا مع شهر القرآن الكريم، موضوع يعني معروف واضح ليس غريب عليكم. وغنطلقوا واحد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعتموه مرارا وتكرارا، وهو الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده، إمام أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة بعد أبي حنيفة والشافعي ومالك والشافعي وأحمد، فهو إمام أهل السنة ومن الفقهاء الأربعة معروف، له كتاب المسند يروي في هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، القرآن الكريم الكتاب المبين
هو السراج المنير، هو الصراط المستقيم، هو كلام الله، الكلام ديال الله. والإنسان ما يشعر يوقف عند هذا الكلام أنه كلام الله، تقشعر منه الأبدان، وخير الكلام كلام الله. هذا القرآن الكريم، هذا الكلام ديال الله، أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، المحفوظ في السطور والصدور، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن الكريم حفظه الله عز وجل، حفظ في صدور الرجال منذ عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها آية من آيات الله عز وجل. احترقت الكتب، احترقت المصاحف، ولكن هو موجود في أرشف القلوب، قلوب في السطور، في الصدور، ومحفوظ في السطور، كتب بنسخ متعددة، تنوعت الطباعات ديال القرآن الكريم بالآلاف قديما. كيفاش كان كيكتبوا القرآن الكريم؟ شوف الحمد لله الآن المصاحف بالشكل والألوان والقواعد ديال التجويد ما شاء الله غير خص اللي يقرأ. قديما كان يكتبونه على الحجارة، على العظام أو العظم، على الخشب، على وعلى، وكانوا يكتبونه لا شكل ولا تنقيطة، ما فيه لا الشكل، ما فيه لا ضمة، لا فتحة، لا كسرة، لا سكون، وما فيهش حتى النقوط. هكذا كانوا يحفظون ويكتبونه، ما كاين لا لا تفرقوا بين الباء والتاء والثاء، ومع ذلك قرأوه واحفظوا القرآن الكريم. اليوم الحمد لله القرآن الكريم كيتمنى كتشتاق أنك تفتح المصحف، الوقفات وقواعد التجويد في غد الإدغام، في غد الإخفاء، فأشكال لفظ الجلالة ملون، وهكذا غير خص اللي يقرأ. مع ذلك اليوم، ولكن الحمد لله كاين فئة تقرأ، وكاين فئة يعني تفتح المصحف من رمضان إلى رمضان، ولكن لما جت هذا الجوالات وهذا المصاحف راه هي في الرفوف يعني مكدسة. فالقرآن الكريم حفظه الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن الكريم هذا الكلام ديال الله هو حبل الله المتين، هو مصدر التشريع، المصدر ديال التشريع. القرآن سنة أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ليتلوه ويتلوه على أمته وعلى أصحابه، أنزله ليدبروا آياته، نقرأوا مرة مرة ندبروا الآيات. هذا ربما يقول هذا المجال ديال العلماء ومجال ديال اللي كيقراوا باش، ولكن إنسان يعمل ويدبر فهم أو لم يفهم، وليعملوا به القرآن الكريم باش نعملوا به، وليجعلوه حكما بينهم. ولهذا جاء في الحديث كيقول به عليه الصلاة والسلام: من جعله أمامه قاده إلى الجنة. من جعله أمامه أي اهتدى بالقرآن الكريم، إذا ذكر القرآن كيقول سمعا وطاعة، قاده إلى الجنة. ومن جعله خلفه قاده إلى النار. ها القرآن كيقول يا ودي هذه حلال هذه حرام، ولكن لا يبالي بالقرآن الكريم. يعني هذا كيقول ومن جعله خلفه قاده إلى النار، اللهم أجرنا من النار وإياكم. هذا القرآن الكريم نزل الله عز وجل في خير الأزمنة كما تعلمون، وهذا الشيء ماشي غريب عليكم، غير نعاودوه. أنزله الله عز وجل دفعة واحدة في شهر رمضان المبارك،
من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. ولهذا حين كنقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الكريم، قد يقول قائل وسورة اقرأ ما نزلش في رمضان، كيف نزل القرآن في رمضان؟ واتفق علماء أسباب التنزيل يعني على أن سورة العلق هي أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لم تنزل في رمضان. إذن فالعلماء يقول أودي المراد بالنزول القرآن نزل من أوله إلى آخره في ليلة مباركة دفعة واحدة في شهر رمضان مبارك وفي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم من سماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل على مر السنين والأعوام حسب الأسباب وحسب الحوادث بين مكة والمدينة، ولهذا يسمى الصور المكية والصور المدنية. وعلى هذا لما القرآن الكريم نزل في شهر رمضان سمي هذا الشهر الكريم بشهر القرآن الكريم، سموه الشهر بشهر القرآن الكريم. وكان سلف هذه الأمة في هذا الشهر الكريم لهم اجتهاد عجيب، أنه كان كيبلعوا الدكاكين الحوان ويوقفون مدارس العلم، مدارس ديال العلوم اللي كتقري العلوم كتوقف خلال شهر رمضان منذ زمان كيشتغلوا خاص في القرآن الكريم. تجد المساجد ما شاء الله تزأر صوت زئير بأصوات القرآن الكريم، علاش؟ لأن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان المبارك، وشهر رمضان هو شهر القرآن الكريم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود مع النبي صلى الله عليه وسلم كان تمر عليه الليالي، ليالي في بيته ثلاث أيام ولا يوقد النار في بيته، بمعنى ما كاينش اش غيطبخوا، ومع ذلك كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ليك اسمع رمضان كريم سخي، لا سيما حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن الكريم، هذا هو الشاهد، فيدارسه القرآن الكريم، يعني يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لقراءة جبريل، مدارسة. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كان يكثر من قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك. فجدير بالمسلم إذن أن يعطر صيامه وأن يطهر صيامه بالقرآن الكريم، يكون ما شاء الله يكون صايم وهو يتلو كلام الله، نعم العبادة. جدير بالمسلم أن يعود إلى المصحف، يفتح هذا المصحف مصحف القرآن الكريم الكتاب المبين فيتلو منه ما تيسر. ولهذا قال العلماء على أن الإنسان اللي يقرأ من المصحف في غير الصلاة عبادة، النظر إلى المصحف عبادة، حمل المصحف عبادة. كاين واحد ما شاء الله حافظ يقرأ براسه، حتى هذاك عمل عظيم هنيئا له، لكن الإنسان إذا كان يحفظ ويجمع بين النظر إلى المصحف هذا عمل عظيم. ولهذا قال العلماء النظر في المصحف عبادة أفضل ربما من الهاتف من الجوال في غرسة، لأن لما كتفتح المصحف كتحس بواحد السكينة واحد الهيبة حينما تقف قدام المصحف، بخلاف ملي كتشبر الجوال هكذا مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة، إذا فشتان بين من يأخذ المصحف هكذا وشتان بينه القرآن فيه، ما نقولوش هذا غير جائز، جائز مزيان لو كان الإنسان يستعمل هذا الجوال في قراءة القرآن الكريم، ولكن كيقول العلماء على أن اللي كيشوف المصحف كيهز المصحف هذا لا شك أنه على هيبة وعلى عمل عظيم. فقراءة القرآن في المصحف هو أضمن أو أمتن وأسكن وأضمن من التشويش، أنت كتشبر القرآن الكريم كتقرأ يعني كاين اللي يشوش عليك،
بينما إذا غتقرا في الجوال قد تأتيك المكالمات ويقطع عليك القراءة، قد يأتيك واتساب يقطع عليك القراءة، قد يقطع. إذا فأنت معرض للتشويش حينما تقرأ من هذا الجهاز. هذا ماشي، نقول لكم الدار حرام، ولكن ما كتهز تعود إلى المصحف فتقرأ في المصحف، هذا عمل عظيم وإن كنت حافظا. على أي حال، تلاوة القرآن الكريم عمل عظيم باختصار، عبادة عظيمة، ذكر عظيم، أعظم الذكر، أعظم الذكر الذي يشمل التسبيح والتهليل ولا إله إلا الله ويشمله، هو تلاوة كلام الله في كل شيء. وكيف لا والإنسان يناجي كلام الله، يناجي ربه، يناجي ربه. فالقرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم هي حياة القلوب، شفاء لما في الصدور، نور في الوجوه ونور في القبور. الناس هذه المعاني اللي كيقرأ اللي يبغى يعالج القلب دياله، والقلب دياله يكون حي ينبض في اعتدال، يحاول يشبر القرآن الكريم ويقرأ القرآن الكريم. شفاء لما في الصدور ونور في الوجه وفي القبر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله أكبر. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تأتي سورة البقرة فتشفع في صاحبها، سورة آل عمران والقرآن الأول إلى آخره يشفع في من يقرأه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والحديث المعروف المشهور دائما يتلى على مسامعكم: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، جاءوا المسجد فجلسوا واجتمعوا، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي المساجد، نقصد البيوت بيوت الله، وإلا فالأرض والبيوت التي نسكنها هي لله، ولكن المقصود هو المسجد. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ماذا يفعلون؟ يتلون كتاب الله، كيقرأوا القرآن الكريم. نعم العمل، جاء الصلاة فأخذ المصحف فجاء يتلو كلام الله عز وجل. رسالة عظيمة، عمل عظيم، ويتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يتدارسونه كما كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء صيغة أخرى أو بلون آخر. إذن نرى أو نطلب الجزاء، الجزاء ماذا؟ إلا نزلت عليهم السكينة، الطمأنينة، السكينة هي الراحة، وح السكينة وح الوجال وح الراحة التي لا مثيل لها، قد تحصل للإنسان دون إنسان السكينة. شحال واحد دابا كينجل في المجلس، واحد ما شاء الله فرحان مرتاح من كي يدخل المسجد كيرتاح، وواحد ربما يعني كيجيه جلوس في المسجد شوية شاق عليه على النفس. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، رحمة الله عز وجل تتلى شملت الأرض وشملت المؤمنين وشملت تلك الفئة التي تتلو كلام الله عز وجل. وغشيتهم الرحمة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. فأحرى أولئك الذين يقرؤون القرآن الكريم ويتلون كلام الله عز وجل: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الملائكة مدارة ببيوت الله عز وجل وبمجالس الذكر وبأهل الذين يقرؤون القرآن الكريم. كاين ملائكة كلفهم الله عز وجل باش يحرصوا مجالس الذكر، كما جاء في الحديث أن يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى له كذا
حتى يخرج الخطيب أو الإمام. فإذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة يستمعون الذكرى، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وذكرهم الله في من عنده شو معنى وذكرهم الله في من عنده؟ أحيانا كيمدح الإنسان، أحيانا إنسان يوصل كيقول له ديرا بالموح. البارح كنا في واحد المجلس عظيم، مجلس فيه كذا وكذا وكذا، فذكرناك بالخير. يقول له سيدي ذكركم الله، يعني كيفرح يقول له ديرا البارح جبدناك وذكرناك في الخير. إنسان كيعجب له الحال. فتصوروا أن الله عز وجل يذكره في مقام ديال الأنبياء، في مقام الصالحين، واحد المقام عظيم لا يذكر فيه إلا أهل الخير. وذكرهم الله في من عنده. هذه السلسلة ديال النتائج نتجت من القرآن الكريم. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، نجمعوا بعض الحديث في هذا الباب، من قرأ القرآن الكريم، اللي قرأ القرآن الكريم أو ما تيسر من القرآن الكريم، فله بكل حرف حسنة. الله، فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولك أن تعدد كم من كلمات في القرآن الكريم، وكم من حرف في القرآن الكريم، وكم من آيات، وكم وكم وكم. احنا شي ما تشعروش، احنا مرينا، ولكن عرفش الانسان شحال تسجل عليه من الحسنات وهو لا يدري. غير الفاتحة شحال في هذه الآيات؟ سبعة الآيات ياك، كيقولوا على ان الكلمات ديالها بين، اختلفوا العلماء، 25 كلمة و 29 كلمة إن لم تخني الذاكرة. الحروف فوق 100 120 125 127، إيوا كل إذا ضربنا غير 120 في 10 شحال كتجي؟ أنا على حسب ما كنعرفش شحال. إيوا هذا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله بكل حرف حسنة، إذا 100 120 100 وش حاجة، غير أبسط تقدير، على أقل تقدير 120 حرف في سورة الفاتحة، فاتحة. وإذا ضربناها ربما يعني مهم، إذا ضربناها في 10 كل حسنة بعشر أمثالها، إذا غيعطينا ما شاء الله يعني واحد كمية هائلة. وهذه الأرقام يعني توقفت عليها، ولكن ربما لم تخني الذاكرة، أحيانا كان نزل شي حاجة وما كان تبثو شي منها. خير، فله بكل حرف، والحسنة بعشر أمثالها. إيوا تصور هذه الفاتحة وسورة الإخلاص، وزيد أنت طالع، وإذا قريتي الحزب قريتي جزء قريت، إذا ما شاء الله يعني جبال جبال من الحسنات يأخذها التالي لكلام عز وجل في هذا الشهر وهو لا يدري. وتصورنا اللي كيصلي التراويح ما شاء الله كيختم القرآن الكريم، واللي كيقرأ الجزء، واللي كيقرأ، كاين ناس ما شاء الله كتجتهد كتعمل ختمة جود الختمات في القرآن في رمضان. إذا كم وكم وكم ذلك. إذا فهذا حري إن شاء الله أن يكون من عتقاء شهر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. يبارك وبمن يقرأ القرآن الكريم.
فإن لم استطع على الأقل نقرأ شيء بعض الصور التي جاء الفضل في قراءتها، نقرأ سورة الفاتحة. إنك لن تقرأ بحرف إلا أعطيته الفاتحة. والفاتحة وما أدراكم من الفاتحة؟ الفاتحة صعيبة سهلة حفظ، ولكن من ناحية الألفاظ ديالها ومن ناحية دقة القراءة ديالها. ولهذا شحال من مرة كنا في زمان مشينا المجموعة ديال الطلبة نقراو على واحد الشيخ ما شاء الله متمكن في القراءات، احنا كنصليو بالناس وبجينا كنقراو الفاتحة، عندنا أغلاط كثيرة، احنا كنصليو بالناس عندنا أغلاط كثيرة ديال الفاتحة وحنا نأم الناس. لا، لهذا الفاتحة يعني شي واحد ملي كيمشي كيقراو التجويد كيبقى شحال كيبقى غير في الفاتحة، أنه باش يخرج الفاتحة من مخرجها الصحيح. ولهذا شحال من واحد دابا مثلا حافظ القرآن الكريم يعني النهار اللي قرينا هكذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هيك اسمع ما شاء الله حافظ القرآن الكريم وشي حاجة، ولكن النهار اللي قراها بالسربية في ولا شي حاجة حافظها لم يكن. ولهذا لغة الضاد هي لغة صعبة، تفرق بين الضاد والضاد غير المغضوب. على أي حال فالفاتحة ماشي يقول لك بس، ولهذا الفاتحة عمل عظيم. لهذا الإنسان دائما يتقل الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الفاتحة خاصكم تقونا يعني المخرج ديالها والصفات ديالها، لأنك تصلي بها، وإذا صليتي بالفاتحة كذا فيها وفيها. وسورة البقرة، سورة البقرة أيضا سورة عظيمة سمينة. لهذا هذه الصورة يخاف منها الشيطان. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ولا يقربه سحر. إذا كان عنده الإنسان نية، هذه النية أنه كيقرأ سورة الفاتحة أو كيقرأ سورة البقرة بنية أن يحصن نفسه ويحصن بيته، ما غيصيبهوش أي مكروه. سورة آل عمران، خواتيم ديال سورة البقرة، آمن الرسول إلى آخر السورة، من قرأها في الليل كفتاه، قال العلماء كفتاه من قيام الليل، إذا كان يصلي ولا قرأ غير هذه الآية كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من كل مكروه تلك الليلة، آمن الرسول وتنازع احتلى. عمل عظيم. ولا سورة الكهف يوم الجمعة عصم من فتنة المسيح الدجال، ولا الأواخر ديالها. لهذا هذه سبحان الله عندها واحد الصبغة واحد الميزة، وليس هذا ما يقول العلماء هل هناك في الآيات تفاوت، هذه أفضل كاين خلاف بالعلماء واش نقول هذه الصورة أفضل من هذه أو لا. أنا ما قال لك سيدي القرآن كله سواء، ولكن هذه يعني واحد الصبغة واحد الميزة ربما لحكمة يعلمها الله عز وجل. على أي حال سورة الملك، شو سورة الملك؟ تبارك الذي إن في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر الله له. أن واحد أعرابي راه القصة ديالها معروفة، أنه كان مسافر شي حاجة فضرب خيمة، ضرب خيمة في الصحراء، فبالليل يسمع في الليل نعس يسمع قارئا يقرأ سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وفي الصحراء كاين بواحد ما كاين كيخرج من الخيمه، ولكن الصوت يسمعه تاليا يقرا سوره الملك. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصه، قال له دهش، قال هي المنجيه الواقيه من عذاب القبر، ان صاحب هذا القبر كان يقرا سوره الملك في حياته، ولهذا شفعت له ونجته من عذاب القبر وهو يقرأها في قبره سورة الملك. هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح سورة. ولهذا مزيان إنسان يقرأ سورة الملك يحفظها ويقرأها عندما يريد أن ينام، أو يقرأها وردا في كل يوم أو مستطاع. ولا سورة الإخلاص التي تعديل ثلث القرآن الكريم، سورة الإخلاص
تعدل ثلث القرآن الكريم والمعوذتين. إذن مزيان إنسان يقرأ القرآن من أول إلى آخره، والأقل يعتني بهذه الصور وهذه الآيات فيها عمل عظيم. وإذا مشينا عوض إلى أهل القرآن الكريم، أهل القرآن الكريم الذين فتح الله عليهم، أهل القرآن الكريم كالأنبياء، غير أنه لا يوحى إليهم، غير أنه لا يوحى إليهم. صور أحيان دباء شخص باش ما نستهنوش بأهل القرآن الكريم، أحيانا كيعطيوك غير في الامتحان ولا شي حاجة، كيقول لك أودي احفظ هذه الصفحة ولا شي حاجة، هكذا كلام قصة ولا شي حاجة، كتعيا ما تحفظ ما تحفظ لكش. فحينما يجمع الله لك هذا القرآن سر آية من آية العز وجل، يجمع لك هذا القرآن من أول إلى آخره، فيقذف في قلبك آية من آية العز وجل. شبر هذا المصحف هكذا وشوف الساعة ديالو الغذاء ديالو هكذا، تقول ودي هذا، وهي آية من آية الله عز وجل. دابا إنسان الآن دابا الفاتحة، هذا السر من الفاتحة، ما يستطيع شيء واحد أنه الآن يجمع هكذا يراها بين عينيه، ولكن الله عز وجل جعل السر أن كلمة ثم كلمة سلسلة هكذا. والأحيان السلسلة توقف، كجبر الإنسان غير اهدينا الصراط المستقيم، كيجي وحشي حاجة واحد حاجز مشات الآية هكذا، آية من آية الله عز وجل. ولهذا نوه الله عز وجل بأهل القرآن الكريم فأكرمهم في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل الله وخاصته. هم أهل الله وخاصته. وكيقول به عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. هذه دعوة إلى باش نحترموا الناس المسنين. الرجل ذو الشيبة في الإسلام، شاب في الإسلام، هذا عمل عظيم. هذا شخصنا نحترمه، ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا كما قال صلى الله عليه وسلم، نحترمه لأنه عنده وحلة عمر كثيرا في الإسلام. هذا خصنا نحترمه ونتأدبوا معاه ونعطيوا الأسباقية والأهمية. إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فنكرم أهل القرآن الكريم ولو بالكلمة الطيبة، فلا نستهزئ بهم. مع الأسف اليوم الناس يستهزئون بأهل القرآن الكريم، يقول هذا غير فقيد الجامع، غير كيقرأ في القبور، غير كيقرأ كذا وكذا، يعني واش أنا نقري ولدي باش غيمشي يقرأ لي على الأموات ولا شي حاجة؟ ناس شي عقول مشي يقرأ لي العلوم الصحيحة باش توظف باش كذا كذا، صيفطوا الجماعة يقراك الله واش غادي غدا غيمشي كذا كذا. هذا نوع من الافكار الهدامه للاسلام، استهزاء بها القرآن الكريم باش ما الناس ماشي يقراوا، ما يبقى حد يصيفط ولده يقرا القرآن الكريم، الاشاعات عليهم والاخبار الكاذبه عليهم. ولهذا ما من قصه دار الفقيه، واحد الفقيه كان كذا، واحد الفقيه كذا، واحد الفقيه كذا، حتى الناس اذا قال واش كتحفظ شي قصص هكذا عاودنا ضحكنا، كيقول لك ودي راه عندي واحد القصه على واحد الفقيه، على واحد الفقيه ما كانش قصة ألصقوها بالفقيه. هذه نوع، هذه واحدة مخطط يعني غزو الفكري لدى الناس، باش انهم راه هذو ماشي ما عندهمش القيمة، راه هذو من الناس يعني شي حاجة، واحد الفئة قليلة في المجتمع. هذا سكن الأجرة ديالهم، الراتب ديالهم أدنى الأجر وأقل الأجر، أشوف في أي بلاد إلا أدنى الوظائف. ولهذا ولكن على أي حال هم لهم شرف ومقام عند الله عز وجل. الدنيا راه غتمشي تمشي، ولكن أنهم كرمهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة.
وحامل القرآن غير الغالفي والجافع، وإكرام ذي السلطان المقسط. إكرام، احترموا الحاكم الأمير، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جرت عادة العلماء منذ القديم أنهم كانوا يدعون، كيعمل واحد دعوة يوم الجمعة. ولهذا بعض الناس كيقول لك ودي وعلاش كدعيو الأمراء وكذا يوم الجمعة؟ قال العلماء هذه سنة متبعة أن تدعو للمسلمين جميعا يوم الجمعة ولأولاة الأمر، هذه سنة مطردة على المنابر منذ عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فليست ببدعة على أي حال. وأعظم المنزلة والمقام هي لصاحب القرآن الكريم، للذي يطلب كلام الله عز وجل، هذه هي أعظم. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، اقرأ واصعد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ المنزلة ديالك والدرجة ديالك عند آخر آية تقرأها. شحال غيقرأ من الآية وهو صاعد؟ كل آية بالدرجة، كل درجة، والجنة 100 درجة وأعلاها الفردوس، ومنها تتفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. إذن هذه درجات، يعني سوف يظفر بها من يتلو كلام الله عز وجل فيصرون ويفرحون. علاش؟ كانوا في الدنيا كيجيو للجامع يهزوا المصحف ويقرأوا القرآن الكريم في البيوت ديالهم، يقرأوا القرآن الكريم وهكذا في الطرق ديال في الطريق يقرأون القرآن الكريم، فهم مع الله جالسين ماشينا وهكذا يذكرون الله قياما وقعودا. ولهذا في القلب الذي ليس في جوفه شيء من القرآن الكريم كالبيت الخارب، كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا الصدر القلب اللي ما فيه شيء، بعض الصور هذا شبهون بعد كالبيت الخارب. اليوم الشباب ديالنا يعانون انهم كيقول لك ودي عندي جوج صورات لهذه الصورات باش كنصلي احيانا، هذه يوميا صورة قل هو الله احد، فاتحة، إذا جاء نصر الله، إذا كان كيتقنهم. إذن فشتان بين شباب اليوم وشباب الأمس، لهذا حري بكل شاب يكون عنده ما تيسر من القرآن الكريم، على الأقل حزب جزء عما باش يصلي، يصلي بهم ويقرأ بهم إلى شهر. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن الكريم كالبيت الخارب، كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، قريب إن شاء الله سوف نختم. أردت أن أعرج على بعض الآداب ديال تلاوة القرآن الكريم، هذا الموضوع ليس بغريب عنكم. الآداب التي تراعى منين كنقرأوا القرآن الكريم من نصول المصحف، نلاحظ بعض الأخطاء، كيفاش كنهزوا المصحف، كيفاش كنحطوا المصحف، ولا أخطاء أثناء القراءة، ولا نسمعوا إلى بعض الإرشادات والتنبيهات والآداب التي كتبها وسجلها علماء القرآن الكريم باش نقرأوا القرآن الكريم، باش نستفدوا من القرآن الكريم. أولا، منين غنجيو نقرأوا القرآن الكريم؟ نقرأوا بالإخلاص، قرأوا بالإخلاص. في القرآن الكريم لا نشتري به ولا نبيع به، نقرأه لله، أن نقرأه لله أولا وآخرا، إخلاص. ولهذا يوم القيامة يجاء بأهل القرآن يقولوا ودي يعني شو أرجع عمل ديالك، يقول كنت أقرأ القرآن، يقول لا، كنت تقرأه ليقال فلان قارئ، يقرأ القرآن باش يقولوا فلان أفضل من هذا، صوته هذا أحسن من هذا، وهكذا يتباهون بالأصوات. أعطاك الله عز وجل الصوت، هبة من الله عز وجل، قول الحمد لله، ولكن أن تمن بصوتك وهذا، هذا لا، اجعل ذلك العمل لله، اجعل منه.
الإخلاص في قراءة القرآن الكريم. ثم أيضا الاستعاذة، هذه كتعرفوها، كل واحد غيهز المصحف يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الكلمة أو خصنا نحفظوا بها كلمة الاستعاذة بالذال. شحال ربما سمعت كيقول أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالدال، أيوا أعوذ من العود، عود. ولهذا خصنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصورة اللي فيها البسملة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللي ما فيها شيء حصل التوبة. وإذا بدينا شيء آية لا داعي للبسملة، ولكن الاستعاذة مطلوبة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أن نستقبل أثناء القراءة القبلة. لاش هذه راه نبوع العلماء، لأن كما كنستقبلوا القبلة في الصلاة ديالنا فحبذا أن نستقبل القبلة أثناء القراءة ديال القرآن الكريم. يعني لأن القرآن عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، نستقبلوه نقرأ ونحن مستقبلون للقبلة. هذه المسائل نبوع من آداب ديال القرآن، تكون متجه للقبلة، لا في المسجد ولا في الدار ديالك إن استطعت. كاين شي ظروف ما كيحرق لك شي زمدو ما خصك توكي ولا شي حاجة، ولكن الإنسان عنده يعني من باب الأولى ومن باب التعظيم للقرآن الكريم يكون مستقبل القبلة. لأن دائم أي عمل ديني خصك تستقبل به القبلة، فالميت حينما يموت نستقبله للقبلة، هذا موت نستقبله، وحينما نذبح الذبيحة الأضحية أو العقيقة نستقبل القبلة، وخاصة يوم الجمعة أيضا من الجمعة من السنة أيضا أن نستقبل القبلة أو الخطيب. العلماء إنسان من السنة الإنسان يوم الجمعة إنسان يكون كيشوف الخطيب ولا على الأقل جهة القبلة، ولكن باش نوليو نعطيو الظهر ديالنا القبلة ليس من تعظيم للقرآن الكريم ولا لخطبة الجمعة. حينما نأخذ المصحف نأخذه باليمين باليد اليمنى، قد ربما نلاحظ واحد كيمشي كيهزو باليد اليسرى، ماشي ليس من الآية ليس من تعظيمه. فتعظيم القرآن الكريم نهزو المصحف باليد اليمنى، وحينما نقلب الصفحات ديال القرآن الكريم باليد اليمنى أصابع اليمنى، ماشي نشبر هكذا ونقلب باليد، من باب التعظيم ديال القرآن الكريم. وحينما نرده إلى مكانه غنردوه باليد اليمنى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعره وترجله وفي شأنه كله، فأحرى في قراءة القرآن الكريم. كيبدأ حينما، ولهذا بعض العلماء قال كزيدي حتى ذاك الريق اللي كان يستعمله من باب الأولى ألا يفعله، أجازه من أجازه من أهل العلم، ولكن من باب الأولى إذا استطاع الإنسان يقلب المصحف هكذا بلا نعي هكذا، حنا دابا كنجبر هكذا قلمس كايناش، يعني نقول هذا تعظيم ديال القرآن باش تخرج انت عشان عزكم الله البزاق ولا الريق ولا شي حاجه وتقلب بها كذا باش كتجي الصفحه باش على اي حال. هناك من العلم اجازه قولوا دير حرام ولا شي حاجه، ولكن حنا كنتكلم من باب التعظيم، من باب التعظيم يعني ما استعملش هذه الحاله، والله تعالى اعلم. هذا من ادب ديال القرآن الكريم. ترطيله، نرطل القرآن الكريم، اللي كيعرف يقرا بالقواعد لا ولا على الاقل قراوه بشويه شويه. كاين دابا شي قراءات الحمد لله رب العالمين هكذا، كم الناس الان في عصرنا تتنافس يقول لك انا خصني نعمل جوج الختمات، ثلاث ختمات في رمضان، كاينش برا هكذا من الظهر العصر كيقول ما شاء الله قرا 10 وزيد، ولكن هكذا قراءه تفرز منه والو. انسان قرا داك الشيء اللي كتب الله عز وجل بشويه عليك اعظم وافضل، وكيقول به عليه الصلاه والسلام لا يفقه، يعني معنى الحديث يقول اما قرأه في اقل من 3 ايام، على الاقل تختمه في 3 ايام على الاقل، ولا في 40 يوما، ولا يعني وجد عن بعض السلف انهم ختموا القران الكريم في ليله. يقال ان الامام الشافعي كان في شهر رمضان ختم القران 60 مره، ادري الله عز وجل بارك له في الوقت. يقال ان عثمان رضي الله عنه ختم القران في ركعه واحده، هذه صح عن عثمان، ولكن كيف الله أعلم. حتى عمليه ديال حساب غدير غتختم القران في الليله وحده يعني صح، ولكن اولئك قوم
اصطفاهم الله عز وجل، بارك الله له في الوقت، عندهم اعطاهم الله البركه في الوقت متمكنين قاديه. ولهذا شحال واحد كان يقول لك ودي راني جاني الوقت طويل، واحد يقول لك ودي النهار ديالي غير كيمشي بس كل واحد. على اي حال ترتيل، عدم العجله في القراءه، عدم الجهر على الاخر. دابا حكا جوف قبل سطع عيشه كتجبر كل واحد شبر المسحم مزيان عمل، ولكن هذا يوش هذا كيقرا بالجود، هذا بالجود، هذا بالجد، فيشوش القارئ على القارئ، وهذا ليس انها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الانسان تشوش عليه غير بالقران، اقرا بالصوت منخفض ما تشوش. اما اذا كتقرا القران كتشوش عليه اخر ربما تستفش. فاحرى اذا كنت كتشوش عليه واحد كيقرا القران انت كتجي تشوش عليه، لا 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 لا, لا بالكلام هذا، هذا تشويش بالكلام الدنيا هذا، ولكن حتى التشويش بالقران الكريم، القران الكريم الا. عدم وضع المصحف على الارض، تحط الارض هكذا كجبنا الناس واحد هكذا كمل القراءه حطوا على الارض هكذا حطوا الارض، هذا راه نبعوا عليه المقر الانسان. القران يعلو ولا يعلى عليه، دائم يكون معه. اللهم اذا جيتي مثلا وصلتي السجده كاين فيها غتنزلوا ولا شي حاجه ولا شدوا بيدك هكذا الله اكبر شي سجده التلاوه، ولكن باش تحطوها هكذا في الارض هذا العمل لم يستحبه العلماء. فمن باب تعظيم القران كان دائما تخلق القران دائما في القمه في الحال. وحتى في الترتيب ديال المصحف في المكتبات خصو يكون واحد الترتيب، شحال دابا كتجبر مثلا شي حاجه كتجبر القران الكريم هنايا وفوق كتاب الحديث ولا كذا ولا ذاك ذاك اللوحه اللي كيقراو عليها كيدير هكذا ويدير عليها اللوحه اللي كاين هذا. القران دائما عندنا كتب مختلطه، كاين كتب الحديث كاين تفسير ولا شي حاجه، دائما كيقولوا العلماء الكتاب ديال الحديث ولا شي حاجه هكذا على الاقل اذا كان لابد يكون هذا، ثم عليه شي كتاب تفسير، ثم عليه كتاب ديال القران. دائما القران يكون في القمه، وما تحط القران تحت على شي حاجه، لا كابلي لا ستيلو ولا. انا سبحان الله كنت زمان كنت اقرا على الشيخ ما شاء الله كان رباني، فاعتلي الكتاب صحيح البخاري اتذكر، قال له ودي مشي نزلوا لي في المنصه اللي كيعطي فيها الدرس، كنت باقي كنقرا، شبرت لك الكتاب البخاري جيت نزلت له في السجده ديالو فيها يعطينا الدرس، وعنده واحد ستيلو هكذا حطيت، لا اعتلي النظر لان يعني كان كبير مسن كيقرا، واعتلي النظر جيت انا شبرت دخلت ذاك هذا وشبرت ديت النظاره ديالو، فمن جا هكذا مننا قالوا ما تعاودش تعمل على هذا غير الحديث، كان يحترموا الحديث، قالوا ما تعملش دائما عندك تحط شي حاجة لا قلم لا النظارات ولا شي حاجة أن تحطه فوق كلام القرآن ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيفاش الناس كانوا يحترمون القرآن الكريم والمصحف الكريم. عدم الدخول به إلى الخلاء، عندك المصحف إياك نسيان ولا شي حاجة شي آخر، ولكن أنت عندك المصحف في الجيب ديال ولا شي حاجة وغادي تدخل المنحاض به لا. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم نقش عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ذهب إلى الخلاء نزعه على شئنا فيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولو آية، ولو آية، دابا شحال حتى على الهواتف ديالنا على الجوال كتجبر، كاين الناس اللي كيدير القرآن الكريم واخا سيدي قال لك سيدي راه ما كيظهرش هذا، ولكن كتجبر ذاك بريفي ديال ولا شي حاجه هكذا فيه القران المصحف القران الكريم جعله في مجلد فيدخل به الى الخلاء. هذا راه فيه ان قال لك لا سيدي هذا هو عباره عن زجاج عن كذا، لا بما ان كلام الله عز وجل يظهر ايات من القران الكريم على شاشه الجوال هاتف فاحذر. لهذا الانسان الاولى انسان عمل القران الكريم خليه مخابع حتى النهار اللي غتقرا القران جبده ان قد وقد وقد وإذا مشينا عاود كذلك، وكم من أوراق نراها في الشارع، أوراق ترمى في الأزبال وفيها كلام الله، فيها كلام الله لا سيما ذاك الكوادروات اللي كان علقوا البيوت ديالنا فيها آيات الكرسي ولا فيها ياسين ولا فيها شي آية من القرآن الكريم. إذن يلا جيتي سكن تعمل النهار اللي غتجي غترحل يلا هز رمي، راه فيها كلام الله عز وجل.
مش حامل من رام مرارا شاهدنا هالشي كوادرو هكذا فيه آية الكرسي من أولها إلى آخرها أو لا فيها آية من القرآن الكريم رموها في السبل. هذا الإنسان هذا بعض العلماء قال لك زيد من باب تعظيم ديال القرآن الكريم عظمه في الصدر ديالك وقرأ هذا من باب التعظيم ويعني ولكن باش تعملوا هكذا وتعلق على كلمه قال لك اللهم الا اذا كان غتحفظ داك الصوره غتحفظ داك الايه كتعمل هكذا كل ما تجي كتشوف باش كتحفظها كتحفظها ولكن باش غتزوق به غير البيات وتزوق به هكذا راه كيحفظ من العين كيحفظ من الحسد ولا شي حاجه منها العلم من لم يستحق ولكن واخا وقع ما وقع نهار اللي غتجي غترحل اذا في غدير داك الشيء غترميها غاتر إذن هذا اش كترمي وكم من اوراق واوراق واوراق لا سيما ذاك اصحاب الناس الذين اذا لهذا الانسان احيانا ذاك واحد كيبغى يعمل شي مشروع كيدير مثلا ديال المشروع ديال العمره ولا شي حاجه كيوزع اوراق العمره ديال الحج كيعمل فيها ان الصفا والمروه من شعائر الله او لا شي حاجه شي حديث يلا اعطيه الركله وزع على باب المساجد ولا شي حاجه هذاك اخر كيهز هكذا كمل ارمى واش فيه دير الركلام ديالك خلي ذاك الشيء ولكن احترم آية القرآن الكريم ولهذا العلماء قال سيدي من باب التعظيم القرآن الكريم باش ما يضيع شيء أو باش ما تهان كلمة الله عز وجل ولهذا سوف أختم لكم بقصة هذا واحد العالم جليل يسمى بشر بن الحارث الحافي بشر بن الحارث الحافي قال على اسمه بن الحافي قال لو كان يمشي حافيا كيمشي بلا ما كيديرش الصباط قال لك علاش قال لك واحد النهار كان عنده كيمشي بواحد الصباطه واحده تقطعت له مشى لعند واحد قال له ودي ذاك جيب لي واحد الخط خايل له شراك ديال النعل باش يخيط بها ولا يشد بها بحال فنهاره ذلك الرجل قال ما اكثر ما تتسولون يعني كتسعوا وكان هذا باقي ما رجعش للدين ولا شي حاجه كان باقي طايش شي حاجه ضعيف فحلف ألا يلبس نعلا شبر ذاك وحده اللي كانت عنده في رجله قال حتى هذه ما غلبسهاش يلا اذا يعني غتمنوا علينا بالمال ديالكم ولا شي حاجه حتى هذه هز حتى معك هذه فكان يمشي حافيا ويقطع مسافات كيقطع مسافات كثيره حافيا كان كثير الحركه هكذا ذكروا العلماء في السيره ديالو طيب وكان ضعيفا في الدين باقي ما رجعش الله عز وجل يقول عن نفسه انه واحد النهار سالوه انه النهار اللي رجع للدين وما شاء الله فكان ايه من ايات الله عز وجل يعني الكلام ديالو يسمع ويهاب في الطريق في اي مجلس جلسه قالوا ما الذي وصل بك؟ ما سبب توبتك؟ يعني كيفاش رجع يعني كل واحد عنده القصه ديالو كيفاش التزم واحد كذا واحد كذا واحد كذا واحد. هذا سبب التزامه كان انه واحد النهار مر في طريق من الطرق مر فإذا بقرطاس قرطاس القرطاس هي الورقة ماشي القرطاس شوف اللغة العربية قرطاس وإذا درنا لهذاك القاف درنا تعطي شي حاجة أخرى بقرطاس فلمسوه بأيديهم قال فوجد ورقة يعني في الطريق والناس يمرون عليها هكذا ما عرف فأخذ تلك الورقة فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم جاب ذاك الورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم والناس في الباب السوق ولا في الطريق يزطموا عليها وكذا وهذا ما عنده شي علاقة بالدين ولا شي حاجة انه مقر فأخذ تلك الورقة فمسحها ومسح اسم الله فقال هنا يهان كلام الله وجعل تلك الورقة في جيبه هز الورقة ومسح بسم الله الرحمن الرحيم هكذا اجمع الورقة اعمل هذا ذهب إلى العطار فاشترى طيبا وكان كيملك جوج دراهم كيقول لا أملك غيرهما ما عندي شي حاجة اشترى الطيب خاص من أجلي باش غيطهر اسم الله عز وجل وهو مطهر ولكن عمل منه لانه سمعوا عليه الناس نقاه شوف شوف القاعده كتبر هكذا بقى كينقيها ينقيها بلانشا
وفيها كلام الله عز وجل، يعني عمل على عمل عظيم. شوف، أخذها طيبها مسحها، يعني فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول عن نفسه، وهذه القصة صحيحة ذكرها كثير من العلماء عن هذا العالم، فنمت في تلك الليلة، فنمت في تلك الليلة ناس، فرأيت في المنام كأن قائلا يقول لي: يا بشر بن الحارث، رفعت اسمنا عن الطريق وطيبته، لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. هذا شافوا الرؤيا، والرؤيا حق. قالوا: يا بشر، وحن منعد، رفعت اسمنا عن الطريق وطيبته، لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. فحينما استيقظ انشرح صدره نحو التوبة ونحو الهداية، ومن ذاك النهار اجتهد واجتهد فوصل إلى ما وصل. قال أهل العلم: بسبب أنه عطر كلام الله، بسبب أنه أخذ ورقة فطيبها فيها بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا لما نجبروا شي طريق شي أوراق فيها كلام الله عز وجل، ولا في الطريق، ولا الناس ديالنا ما كيقراوش ما يعرفوش، دائما أن نفرق بين الورقة والورقة احتراما لكلام الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا خير الكلام، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكتفي بهذا القدر. سائل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. لهذا نجتهد في هذا رمضان، قرأوا القرآن الكريم، عودوا إلى القرآن الكريم. هذا العمل اللي كديروه دابا، احنا شفنا الحاج السي علال ما شاء الله يقرأ علينا سورة البروج ما شاء الله الإنسان. ولهذا هذه واحد، هذه واحد الحجة كيقول بأن ما دير احنا كبرنا ما غنتعلموش. احنا كبرنا ودابا اللي قرأ قرأ ما غنتعلموش. التعليم في الصغار كنقشي على الحجر، والتعليم في الكبار كذا بحال كتبت شي حاجة على الماء. لا، الإنسان إذا كان عنده رغبة يصل ويصل يصل، غير خصنا تكون الرغبة. هذا الإنسان اجتهد ويتعلم، على الأقل ما تيسر من القرآن الكريم فهو عمل عظيم ومشروع عظيم. هنيئا لكم على أي حال. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وبارك الله في هذه الجماعة وفي رئيسها والقائمين على المسجد وفي إمام المسجد وفي الحاضرين جميعا. نسأل الله أن يجمع شملكم ويوحد كلمتكم. اللهم اجمع شمل هذه الجماعة، اللهم اجمع شمل هذه الجماعة ووحد صفوفها، اللهم وحد صفوفها، اللهم وحد صفوفها، اللهم اجعلهم إخوانا متحابين في الله، اللهم ألي بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واجعلنا وإياكم وجميع المسلمين من عتقاء شهر رمضان. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الشكر سي إسماعيل، بارك الله فيه وزاد في علمه وقرآنه، وهذه ماشي أول أو آخر مرة، غنزوم دائما إن شاء الله سي إسماعيل بعلمه وبقراءته. بارك الله فيه، وإن شاء الله نطلب موعد آخر إن شاء الله مع